تشتريه؟ وريني. ده كفايه. يلا حطي بقى الدقيق. جندي ايه؟ جندي. عايزين دي رفيعه خالص. شطوره يا شيري. لا وريني. خلاص طريت قوي كده. تمام. احنا بنعمل بسكوت، بنعمل عجينه. نحب حط الكيل عجينه طلع يكون وتوب كل حاجه. دين وبيت وبعدين وسبته وبعدين وسكر. ما تسيبيش فواصل خالص يا هايدي. حاضر. جميل يا سبا. الشغل كله بيجي لنا اوردرات اونلاين، وبننزل ايفنتس بقى، معارض وحاجات زي كده نبيع فيها بقى المنتج بتاعنا. وميلي يعني بنشتغل مره او مرتين في الاسبوع على حسب الضغط بتاع الشغل. لو في مثلا معرض او كده بنشتغل ممكن ساعات 3 مرات في الاسبوع. فاحنا دلوقتي كنا بادين ب3 بنات، وبعد كده بقى 4، دلوقتي بقى في يحيى كمان 5. فاحنا بقى عمالين بنكبر كل شويه على حسب طبعا امكانياتنا وكده. يعني الهدف طبعا ان احنا نعمل كمان ورك شوبس او ورش عمل مثلا في المحافظات. يلا مني شغل.